استخدام قانون نيوتن الثاني تحريك الأجسام. طبعا هون نطبق قانون نيوتن الثاني على الأجسام التي في حالة حركة، على الأجسام التي في حالة حركة. طبعا يطلب منا إيجاد مثلا تسارع أو إيجاد قوة ما فمستخدم قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني طبعا أخذنا بنعرفه إنه سيجما إيه مجموع القوى يساوي الكتلة في التسارع. طبعا هون كمحصلة، نحن نحكي محصلة القوى تساوي الكتلة في التسارع كأشعة. نسقط على الاكس نسقط على الواي. نعم الشاشة ما واضحة خالص. هيك طيب لساتها سوداء دكتور. ايه تمام واضحة 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 هلا صارت واضحة. الأول ما دخلنا واضحة. طيب فإذا محصلة القوى سيجما اف يساوي ام ضرب التسارع، اي التسارع المحصل الكلي. طبعا نحن قلنا بنستخدم غالبا المركبات، بالتالي سيجما اف اكس يساوي ام في اي اكس وسيجما اف واي يساوي ام في اي واي. طبعا استراتيجية حل المسائل مثل ما كنا ناخذ قانون نيوتن الاول، يعني تقريبا نفسه، شايفين تقريبا نفسه مع تطبيق قانون نيوتن الثاني بدل قانون نيوتن الاول في حل المسائل. طيب خلونا ناخذ امثلة، ناخذ امثلة حتى توضح الافكار. مثال قوة التوتر في مصعد، في المصعد يتحرك مصعد بحمولته كتلتهما الكلية، المصعد مع حمولته يعني 800 كيلوغرام نحو الأسفل بسرعة 10 متر على الثانية. طيب يتباطأ المصعد بتسارع ثابت حتى يقف خلال مسافة قدره 25 متر، ما هي قوة التوتر التي يطبقها الكابل الحامل للمصعد خلال توقفه؟ طيب شوف الشكل، هذا الشكل مصعد طبعا بيكون معلق بكابل شايفين؟ نازل المصعد بسرعة مقدارة 10 متر في الثانية. طيب بدي توقف المصعد، فبدأ شو؟ بدأ يتباطأ شايفين بتسارع ثابت، بتسارع ثابت حتى وقف خلال مسافة قدره 25 متر. خلال هذا التوقف، خلال هذه المسافة 25 متر، ما هي قوة التوتر اللي كان بطبقها الكابل على المصعد؟ الكابل على المصعد. طيب ظهر عندكم الوايت بورد؟ اي دكتور اي ظاهر عندي عم بيعمل مشكلة ما بجاوب. ماشي جد فصلت عنه. طيب اي تمام طيب انا عندي هذا المصعد عم بنزل للاسفل شايفين، هو مع حمولته طبعا هذا الكابل اللي عم شده الآلة، المصعد مع حمولته 800 كيلوغرام، كتلته 800 كيلوغرام. طيب فقلنا هذا المصعد صار يتباطأ، تمام صار يتباطأ. طيب هلا جينا نمثل القوى، جينا نمثل القوى المطبقة على المصعد. ايش في عندي قوى انا مطبقة على المصعد؟ في عندي قوة الثقل للأسفل مو هيك؟ قوة التوتر للأعلى، قوة التوتر للأعلى. طيب طبعا هون كان ياخذ انا محور واي، ياخذ محور واي للآلة، ما في عندي هون محور اكس، ما في عندي قوى على محور اكس، هي المحور واي. طيب ناخذ هاد مثلا المبدا او، هي عندي تي وهي عندي دبليو. طيب
لنقول انه بابتداء من هذه النقطة باشر المصعد يتباطأ. تمام؟ باشر المصعد يتباطأ. ف نعتبر هون عندي تي يساوي صفر، بالتالي الواي صفر ايش يساوي؟ ها؟ الواي صفر ايش يساوي؟ 25 متر في الثانية. يساوي صفر. الواي صفر نعم. اعتبرت هذا الـ باشر تباطؤ. طيب. طيب قبل ما نكمل الشروط الابتدائية خلونا نطبق قانون نيوتن الثاني. طبعا مطلوب مني القوتي، مطلوب مني القوتي حسب قانون نيوتن الثاني ما اف واي ايش يساوي ام في اي. طيب على المحور اكس ما في عندي قوى، بالتالي التساره معدوم. على المحور واي اف واي ما في بلاوي عندك فيه مشكله بالمايك أفضل تشويش هيك كثير ما عم نسمع السوا. مين عنده مشكلة؟ مصطفى الجبلاوي مو؟ طيب سيجما اف واي يساوي ام في اي واي. طيب هذا يؤدي تي ناقص دبليو يساوي ام في اي واي، وهيك هذا يؤدي تي يساوي دبليو زائد اي واي في ام. طيب دبليو ايش تساوي؟ ام بجي. تماما ام في جي زائد اي واي في ام او ام في اي واي ويساوي نطلع ام عامل بشرط ايوه في جي زائد اي واي. طيب اي واي ما هو؟ ها الجي معروف، الام عندي ناقص جي صفر صفر اي واي. الاي واي ناقص جي طبعا ما هو معلوم، بدنا نحسبه بدنا نحسبه. تمام عندي هون الحركة هاي إشي ما هي طبيعتها؟ متباطئة. متباطئة ولكن إشي مستقيمة ومتغيرة بانتظام. مزبوط. وهيك لأن عم بقول أنا صار يتباطئ المصعد بتسارع ثابت والحركة مستقيمة، بالتالي إشي حركة مستقيمة ومتغيرة بانتظام، حركة مستقيمة ومتغيرة بانتظام. طيب مش المصعد، مش المصعد توقف إيمات بعد إيش قد توقف؟ قلو توقف هون مثلا، قلو توقف عند هذه النقطة، هاي النقطة إيش قد الإحداثية تبعها؟ طيب شو أضع مسافة المصعد لحتى توقف؟ 25 متر. وهي 10 متر. بالتالي هي شو إحداثيتها هي؟ هي النقطة؟ ناقص 25. ناقص 25 متر طبعا. تمام؟ طيب السرعة هون شو تساوي؟ صفر. صفر لأنه توقف. أنا توقف. أيوة تماما، فإذا في النهاية تساوي صفر. طيب هون عندي واي صفر يساوي صفر افترضته، السرعة هون ايش تساوي في صفر؟ عظمى هون السرعة تساوي 10 متر على الساعة. 10 كده إيه؟ مو هيك؟ طيب والتسارع هون ايش قد يساوي؟ بدنا نحسبه، مو هيك؟ هو بدنا نحسبه. الأي واي يساوي مجهول. طيب بدنا نحسب التسارع. طيب عندي انا معلومه الفي صفر والفي معلومه والواي صفر والواي معلومه، معناتها معادله في مربع ناقص في صفر مربع تساوي 2 معادله من زمن. في مربع ناقص في صفر مربع يساوي 2 اي في واي ناقص واي صفر.
مو هيك؟ أو A يساوي تمام B مربع ناقص B صفر مربع ناقص B صفر مربع على 2 في Y ناقص Y صفر Y ويساوي V مربع ال V ما هي صفر صفر للتربيع صفر ناقص ال V صفر عشرة مو هيك؟ مية لا ناقص عشرة وليست عشرة ننتبه طبعا لأنه ليش؟ سرع لوين؟ الحركة أسفل محور واي حركة الأسفل مو هيك؟ هاي السرعة ال V صفر طيب ناقص عشرة ضرب ناقص عشرة مية ضل عندي ناقص مية متر طبعا مربع ثاني مربع ما نحط الواحدات مشان نختصر الكتابة انه مشان صعوبة الكتابة طيب على 2 بواي ناقص واي صفر شو يساوي؟ الواي ناقص واي صفر صفر ناقص شو؟ 50 ناقص 25 2 ضرب ناقص 25 ناقص صفر 2 ضرب ناقص 25 ضل عندي ناقص 50 ناقص 50 تمام النتيجة ما هي؟ ناقص 100 على ناقص 2 متر على الثانية مربع 2 متر على الثانية مربع 2 متر على الثانية مربع طيب هل الإجابة منطقية؟ منطقية التسارع في هذه الحالة سيكون موجب ولا سالب؟ أكيد سالب سالب أكيد موجب لأنه يعني أنا قلت موجب بس باتجاه إذا الحركة متباطئة فبيكون التسارع بعكس جهة الحركة مو هيك؟ الحركة للأسفل بالتالي يكون تسارع للأعلى مزبوط يا جماعة نعم نعم دكتور طيب منطبق على المعادلة هاي سميها المعادلة واحد مثلا بالتالي بصير عندي التي يساوي 800 اللي هي الكتلة ضرب 9.8 زائد 2 ضرب 2 زائد 2 ويساوي 800 ضرب 11.8 ايش قد الناتج 9440 مو هيك واربعين نيوتن طيب اذا 9440 نيوتن سؤال لو كان المصعد واقف بعد ما توقف المصعد كم ستصبح قوة التوتر؟ مساوي للثقل طبعا مساوي للثقل شد الثقل هو لو كان عندي المصعد واقف تيجي تساوي W وتساوي 800 ضرب 9.8 نعم يعني بيطلع الجواب نعم تساوي 7840 نيوتن هي في حال ايش؟ توقف إذا زادت قوة التوتر مو هيك؟ قوة التوتر زادت هلا لو طرحناهم بعضهم 9440 ناقص 7840 في 1600 نيوتن لو طرحناهم من بعضهم خلونا نسميه W سميه WS طيب لو طرحناهم من بعضهم عفوا TS بطلع 1600 نيوتن 1600 نيوتن يعني يقابل كم كيلو جرام
وزن كم كيلو؟ 1600 نيوتن تقريبا. كيلو وزن ونص؟ تقريبا وزن 160 كيلو، مو هيك؟ 150-160 كيلو. فإذا هون كأنه زادت الحمولة على الكابل بمقدار 160 كيلو. تمام. كأنه زادت الحمولة بسبب هذا التسارع، كأنه زادت الحمولة على الكابل بمقدار 160 كيلو. ليش زادت؟ طيب لأنه ليش المصعد نازل للأسفل، فالكابل بده يوقفه للمصعد، فهمنا؟ فكأنه شو تطبق عليه قوة شد للأعلى. تمام. يطبق عليه قوة شد للأعلى للمصعد، بالتالي تزيد القوة على الكابل، تزيد القوة على الكابل. بالتالي هون طبعا الكابل بيكون قوة تحمله للكابل، طبعا ليس فقط الكابل، الكابل والبكرة والمحاور هالأمور هاي طبعا بتنحسب حساب انه تكون شو اذا طبقت قوة عظمية عليه يتحمل هذا الأمر. واضحة يا جماعة؟ ذكر سؤال، مزال قوة توتر، قوة توتر أكبر من قوة ثقال، كيف بينزل المصعد؟ قوة توتر هون طلعت معنا قوة توتر أكبر من قوة الثقال، مظبوط؟ أيوه. لكن كيف بينزل المصعد؟ لازم يضل لك فوق المصعد. لا ما بضل فوق. شوف لو كان المصعد بالأصل واقف وطبقنا قوة توتر أعلى من قوة الثقال بيطلع لفوق، صح؟ صح الحكي. طيب هون عندي المصعد نازل عم بهبط للأسفل، فقوة التوتر أول شيء بدها تقاوم قوة الثقل، يعني لو انقطع الكابل هون بيفلت المصعد وينزل تحت تأثير الجاذبية الأرضية بتسارع مقدار جي. طيب فأول شيء بدها تقاوم قوة الثقل، ثاني شيء بده يشد الكابل الزيادة لحتى يوقف المصعد. ليش؟ لأنه المصعد عم بتحرك للأسفل تحت تأثير ايش؟ في عنده عطالة، هو نزل للأسفل في عنده عطالة، فهون حتى نغير الحالة الحركية للمصعد بدل ما يكون نازل للأسفل عم بتحرك بحركة للأسفل، نوقفه ونغير الحالة الحركية فيجب تطبيق قوة عليه. تمام. تمام. أي سؤال غيره؟ أي سؤال؟ دكتور تفضل. على 1600 نيوتن شو عرفناها 160 كيلو؟ تقريبا، يعني نحن قلنا بتقسم النيوتن على 10 على 9.8 بشكل أدق، بيصير أكثر من 160. تقسم 9.8 يعني هلا إذا كان أنت إيش قد أنت كتلتك؟ ها تعطينا شو؟ شات كتلتك؟ شات وزنك؟ 60 كيلو. 60 كيلو. طيب 60 كيلو. قوة الثقل شات تبعيتك؟ كم نيوتن؟ 60.8 588 نيوتن. فهمت علي؟ فأنا بقول 588 نيوتن تقابل كتلة، تقابل ثقل كتلة مقدار 60 كيلو. يعني الكيلو نحن نتصوره بشكل أسهل من النيوتن. طيب نروح للمثال اللي بعده. مثال الوزن الظاهري في مصعد يتحرك بتسارع. طيب يقف رجل كتلته 50 كيلوغرام على ميزان في مصعد كما في المثال السابق، ما هي قراءة الميزان؟ طيب ايش بتتصوروا قراءة الميزان؟ هالشدة اللي عم يطبقه عليه. طيب الرجل يقف على الميزان، مظبوط، بالتالي الميزان يؤثر على الرجل بقوة نظمية للأعلى. تمام. إذا أنت واقف على ميزان وضغطت على الميزان للأسفل إيش بيعطيك؟ بيعطيك قراءة أعلى ولا لا؟ بلي أعلى. أيوة بيعطيك قراءة أعلى، مو هيك؟ نعم. طيب هون المصعد في هالحالة هي عم نحكي المصعد صار تسارع للأعلى مثل ما شفنا في المثال السابق، بالتالي الكابل طبق قوة شد عليه للأعلى،
تمام، لنعتبر انت جسمك نزل مع المصعد، الكابل شد المصعد للاعلى، فانت وين بدك تضغط؟ للاسفل. بدك تضغط للاسفل على الميزان، بالتالي الميزان لازم يعطيك قراءة اعلى. نعم. مو هيك؟ طيب كمان بنطبق قانون نيوتن الثاني، نطبق قانون نيوتن الثاني. طبعا هون الرجل يتحرك بتسارع المصعد، الرجل والمصعد يتحركان بنفس التسارع، بنفس التسارع. طيب فهلا الرجل تؤثر فيه قوة ثقله للأسفل، وتؤثر فيه القوة الناظمية للميزان للأعلى، تمام؟ لولا أن الميزان أثر عليه للأعلى كان اخترق الميزان ونزل. طيب فهلا بنوجد هذه القوة بنفس الطريقة أيضا مثل ما طبقنا على المصعد تماما، شايفين؟ FY يساوي N زائد أو يعني ناقص W يساوي M في Y، تطبيق قانون نيوتن الثاني. طيب الـ AY طبعا وجدناها سابقا، طبعا نطبق، بصير عندي الـ N تساوي M في G اللي هي الثقال زائد M في Y، ويساوي M في G زائد AY، مثل المثال السابق تماما. طبعا في المثال السابق وجدنا انه الاي واي يساوي شقد 2 يساوي 2، ايوه، بالتالي يساوي 50 كيلوغرام الان ضرب 9.8 متر على الثانيه مربع زائد 2 متر على الثانيه مربع يساوي 590 نيوتن، 590 نيوتن. طيب فالرجل شقد لو كان المصعد ساكن شقد كتلته كانت 490 نيوتن، مو هيك؟ في حالة تباطؤ المصعد صار يضغط على الميزان بقوة مقدارها 590 نيوتن، يعني صار كأنه وزنه 590 نيوتن، بالتالي كأنه زاد وزنه شقد كم نيوتن؟ 100 نيوتن. 100 نيوتن، 100 نيوتن تقابل كم كيلوغرام؟ 10 تقريبا 10 9.8. كأنه الرجل صار وزنه 60 كيلوغرام. تمام؟ انتوا جربتوا تطلعوا شيء في مصعد؟ ما عنا سوريا هيك شيء. ما ايه ما انتوا يا مساكين، في عنا عشتوا في حقبه لا شفتوا مصاعد ولا شفتوا مدنيه. طيب في بالمشهد الوطني والله. ايه يلا هلا صار بنايات، صار يصير فيها مصاعد. انت لما بتكون، شوف ما بيدخلوا عليه غير المرضى. شوف لما بتكون طالع في مصعد انت، شوف لما تكون طالع في مصعد وتباطئ المصعد مثل هالحالة هاي، إذا كان نازل للأسفل وتباطئ بده يتوقف، بتحس حالك تحس بضغط زيادة على إجريك، تمام؟ ولما بكون واقف وبقلع للأعلى كمان بتحس بضغط على إجريك. أما لما بكون واقف وبنزل للأسفل بتحس حالك أخف. طيب فحسب حالة التسارع هون، حسب حالة التسارع إذا بدها تنضاف للتسارع الجاذبية الأرضية أو تنطرح منه بتحس حالك أخف أو أتقل، بتحس حالك أخف أو أتقل. طيب في هالحالة هاي هذا بنسميه الوزن الظاهري، تمام؟ هذا بنسميه الوزن الظاهري. وزن الرجل هو بالأصل 490 نيوتن، فهون كأنه صار وزنه 590 نيوتن، فهذا الوزن بنسميه الوزن الظاهري. طيب تعالوا نناقش النتيجة هون. ماذا لو كان المصعد يتسارع للأسفل بنفس القيمة؟ يعني كان المصعد واقف واتجه للأسفل، صار انطلق بالحركة باتجاه الأسفل مثل ما قلت لكم، تمام؟ مثل ما قلت لكم. في هالحالة هاي AY بتصير سالبة، فبصير عندي الـ N يساوي 50 كيلوغرام ضرب 9.8 ناقص 2، بدل زائد صارت ناقص. طيب ويساوي 390 نيوتن، بالتالي هون صار أخف، الرجل صار أخاف بمقدار 100 نيوتن، يعني صار وزنه كأنه أخاف بمقدار شو؟ بمقدار كم؟ حوالي 10 كيلوغرام، تمام؟ فهمنا الوزن الظاهري؟ طيب تعالوا ناخذ هلا حالة قصوى. اعتبروا أنا عندي التسارع للأسفل هلا بدل ما يكون 2 متر على الثانية اعتبروه صار 9.8 متر على الثانية مربع. شو هذا بده يصير هلا الوزن؟
الظاهري دكتور 9.8 يعني رجل كان واقف على ميزان في مصعد تمام تحرك المصعد للأسفل بتسارع قدره 9.8 متر على الثانية مربع كم سيصبح الوزن الظاهري للرجل شقد تصير قراءة الميزان وزنه نفسه نفسه مصطفى الدكتور نفسه وزنه نفسه شلون وزنه عم نقول صار هون بدل 2 صار 9.8 صفر صفر دكتور يصير صفر نيوتن مو هيك يصير صفر نيوتن فكأنه هون الرجل انعدم وزنه ما بقى له وزن خالص ايمتى تتحقق هذه الحالة في الفضاء الخارجي لا مو في الفضاء الخارجي بتحقق في الفضاء الداخلي ايمتى تتحقق ايش معنى التسارع المصعد للأسفل 9.8 دكتور لما تسوى التسارع مع الجاذبية صار تشد التسارع للأسفل يساوي الجاذبية بالضبط ايه تسارع المصعد ايه ما تبصير تسارع المصعد للأسفل 9.8 جي يعني بأين حالي يكون طالع لفوق طيب في السقوط الحر ايش قد بكون تسارع الأجسام نعم بكثر يكون بصير قوة ثقلي فقط بصير ناقص جي للأسفل مو هيك نعم صح ايوه فهون بصير تسارع 9.8 اذا سقط المصعد سقوط حر يعني اذا انقطع كبله مثلا انقطع الكبل وسقط المصعد للاسفل يعني اذا سقط تحت تاثير قوه ثقله فقط ما استاذ يعني المهم يعني تحرك للاسفل بتسارع قدره 9.8 فهون كانه سقط سقوط حر في حال سقوط حر مثلا نقول انقطع الكبل رجل واقف على ميزان في المصعد انقطع الكبل تمام بده يتحرك المصعد يتحرك المصعد للأسفل بتسارع مقدار 9.8 طيب إذا هون طبقنا 9.8 بصير بنعدم وزن الرجل هون فهون الرجل بحس إنه ما له وزن فنصل هون لحالة مسميه انعدام الوزن شايفين؟ طبعاً هون بشكل ظاهري هون يعني عدم الوزن بشكل ظاهري طيب رواد الفضاء لما بصعدوا للفضاء مثلاً لما بطلعوا على محطة الفضاء الدولية محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض على ارتفاع مقداره حوالي 400 كيلومتر تمام؟ فرواد الفضاء بيكون وزنهم معدوم الوزن الظاهري انعدام الوزن عند رواد الفضاء ليس بسبب انعدام حقل الجاذبية سكرونا الميكروفونات يا جماعة سكرونا الميكروفونات طيب انعدام وزن رواد الفضاء ليس بانعدام حقل الجاذبية في مدار محطة الفضاء الدولية اللي بتبعد على الأرض حوالي 400 كيلومتر تنخفض الجاذبية بمقدار 10% فقط يعني بتكون الجاذبية الأرضية حوالي 90% من الجاذبية على الأرض بالتالي بتكون تقريبا حوالي 8.88 يعني في شو في جاذبيه يعني جاذبيه قويه حوالي 90% من الجاذبيه على الارض بالرغم من هيك رواد الفضاء بنعدم وزنه ليش بنعدم وزنه طبعا الظاهري بنعدم وزنه لانه عبسيره مع المركبه بنفس التسارع مثل اذا كان لنا رجل في مصعد المصعد سقط للأسفل بسقوط حر والرجل عم بسقط معه بسقوط حر فهون بيحصل انعدام الوزن ونفس الشيء رواد الفضاء رواد الفضاء عم ياخذوا نفس تسارع المركبه تبعهم فكانه عم بسقطوا على الارض بنفس التسارع بالتالي بنعدم وزنه خلونا ناخذ فيديو نفرجيكم فيديو هالموضوع هذا طيب
طيب شوفوا هذا الفيديو، ايش مكتوب عندكم؟ محطة فضاء الدولي. ايوه محطة الفضاء انترناشونال سبيس ستيشن، محطة الفضاء الدولي. الاسترونوت رائد الفضاء سكوت كيلي اسمه. اشوفوا الفيديو. Hi, this is Scott Kelly aboard the International Space Station. I wanted to do a little demonstration of these paddles. They're called hydrophobic paddles, and they repel water, kind of like a raincoat. But up here on the space station, they allow you to play ping pong with a ball of water, and it's pretty cool. طيب بفرجيكم كمان فيديو تاني لتطبيق انعدام الجاذبية. هاي بجاذبية 8.8؟ ايه تقريبا. ايه شوفوا كمان هاي فيديو تاني لتطبيق انعدام الجاذبية على الارض. طلع عندكم شي فيديو ولا ما طلع؟ طلع عندكم فيديو ولا ما طلع؟ طلع طلع دكتور. طلع؟ طلع. طيب هاي في طيارات، في طيارة اسمه زيرو جرافيتي، شايفين يعني جاذبية صفر. فشوفوا هاي طبعا طيارة ايرباص، شايفين اسمها زيرو جي، مثل ما يكون شايفين مكتوب على الطيارة زيرو جي. فبتسمح للمسافرين، للركاب اللي فيها يعني، للركاب اللي فيها انه يمارسوا بانعدام، يمارسوا انعدام الجاذبية، شايفين يمارسوا انعدام الجاذبية. المبدا شو؟ بشكل بسيط تطلع السياره، الطياره الاعلى بتطلع لاعلى، طبعا هم بصير جاذبيه عاليه شايفين، وبعدها بتهوي للاسفل كانه عم تسقط سقوط حر للاسفل، بالتالي بصير شو؟ بشعر ونكهه القدر الجاذبيه. طبعا اذا بدكم تحجزوا فيها كمان موجود الحجز ها، يعني يا ذكر هاي 70,000 دولار. نعم مكتوب 70,000 دولار، بدي بيع حيرهم كلها حتى اروح فيها. لا مو 70,000، اقل. اخي ايش صار؟ نعم مو 70,000، حسب ما بتذكر يمكن بال 5,000 هيك شيء. في حدا يسالنا بالموضوع؟ اه قول حدا يسألنا بالموضوع لنهجوز ان شاء الله. هو احلى شيء بهالمحاضره الفيديوهات.
زيرو جي طبعا له يعني في موقع كمان في موقع بس اكتبوا زيرو جي بيطلع لكم وفي عليه التسعيره شايفين الحجز والتسعيره ما اتذكر شقد كانت يمكن عجب ال 5000 3000 الطلعه ما بعرف دكتور اذا حجزت لك تطلع نعم اذا حجزت لك تطلع اذا حجزت لي ايه بدي فيزا اول شيء ما بعرف في امريكا يمكن او فرنسا هون المشكله نعم بس لو هون الفيزا طيب هاي في لاس فيغاس لنشوف $6,700 إذا بتريد عشرة أربعة 2021 في طلعة